انا حالة كان اكتر حاجة، اكتر حاجة اللي حركتني ناحية ان انا اخدها، وانا حبيتها جدا الحالة دي. انا دايما بقول دي قصة الحب، يعني زي ما بقول قصة الحب بتاعت حياتي كلها. يعني انا ما كنتش اعرف يعني ايه تتعاملي مع طفل، يعني ايه تربي طفل، يعني ايه تاخدي بالك من، حتى ان انا اغير البيبي. انا ما كنتش بمسك اطفال اصلا، في يعني بعد 3 شهور ممكن امسكهم، قبل 3 شهور ما امسكش اطفال خالص. فكانت حالة فعلا اول طفل امسكه في السن ده وفي العمر ده. وكنت بقى كانت في حاجة غريبة جدا، ان انا كنت بعرف اعملها كل حاجة، كأن انا حد مربيني بعرف اعمل ده، ويعني اغير بامبرز. انا عمري في حياتي مسكت بامبرز عشان اغيره اساسا. فكانت كل حاجة كانت بالنسبة لي تحسي ان ربنا معاكي، اللي هو بيعلمك بيقولك. بس حاجة تانية بقى كمان، عشان ما اعرفش، عشان ما اعرفش في التربية، فقررت بقى ان انا استعين بناس متخصصة في الحتة دي، ومشيوا معايا بقى طول الطريق. يعني طول طريق ما هي كانت بتكبر، انا كنت بودي، كنت ببقى عايزة اعرف اقول امتى حتى لحالة قصتها. وكان الحقيقه النصيحه اللي اتقالت لي واللي انا قريته، ان لازم دايما في سن صغير، لان كل ما الطفل بيكبر كل ما الوعي بتاعه بيزيد، كل ما بيبتدي يحسب حسابات، طب انا ايه التوابع للموضوع ده. لكن لما بتتقال في سن صغير قبل ما يبقى فيه اي حاجه خالص، فبتبقى اسهل بكتير، وبتتولد ثقه اوريدي ما بين الطفل وما بين الام، عشان ما بيبقاش ما بتكذبش عليه. في حاله النهارده عندها 8 سنين ونص، هعرف قصتها من اولها لاخرها، عندها ثقه في نفسها جامده جدا. امبارح بقى كانت لسه عماله بتسالني، بتقولي يا مامي لو ادوكي كل حاجه في الدنيا وقالوا لك تسيبي حاله ولا تخلي حاله وتسيبي كل حاجه في الدنيا، قلت لها لا طبعا سيب كل حاجه في الدنيا واخدك انت، ما انت الدنيا حبيبتي وبتاع. مش عايزه اقول لك بقى الفرحه اللي على وشها كانت عامله ازاي، اللي هي كل شويه لازم تطمنيها، كل شويه لازم تحسيها ان انا معاكي، انا مش هسيبك. فحاله بقى يعني بالنسبه لها دي فاميلي. وهي كانت بتشوف اكزامبلز كتير جدا على فكره، او امثله كتير جدا جدا لناس حتى عايش مع باباها ومامتها الحقيقيين ومش مبسوطين. كانت دايما تيجي تقول لي ايه، شفتي يا مامي، يعني الفاميلي هي اللي الحب، هي ان احنا نحب بعض ونخاف على بعض.